السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني خواتي، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا كانت منا إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنت غنتكلم على مجموعة من المواضيع في هذا الفيديو، هذا بعض المواضيع وطنية الجارة الشرقية دوليا الجديد للانقلاب على الكابون، ولكن قلت خلي في هذا الفيديو هذا نهضر على هاد القضية هادي ديال السعيدية وشنو دارت البحرية الجزائرية اللي ترى ان البارح الاربعاء اللي ترى ان البارح الاربعاء 30 اوت البحرية الجزائرية طلقت النار على اربعة ديال المغاربة، كلهم عندهم جنسية فرنسية، كلهم ساكنين وجدة وضواحي وجدة، كانوا في جيتسكي، جوج كل جيتسكي. اللي كيعرف السعيدية، السعيدية مدينة ساحلية جميلة، ممكن هي على الحدود الجزائر، ممكن تدخل في الجزائر عمان وما تعرفش راسك راك دخلتي المياه الجزائرية، ممكن يجرك التيار كما طرف هاد الحالة هادي بالضبط احنا جايين ليها، ممكن تيار الحصار يجرك لجهة الجزائر وخصك ترجع عاوتاني عمان. هادو اربعة، جوج منهم الله يرحمهم البحرية ديال الجزائر تيرات فيهم مشاو الله يرحمهم، جوج اخرين هزوهم السبيطار، واحد في حالة حرجة البارح هما داروا لي عملية خطيرة، عملية معقدة، دوك العملية الصعاب كان خاصهم يخرجوا القرطاسة وقيلا من كرشو ربما جهة الأمعاء ما عرفش من التفاصيل، إنما داروا عملية جراحية معقدة، إنها هما في حالة حرجة، جوج في حالة حرجة، واحد منهم في حالة جد 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 حرجة، جوج راهم عند الله. التفاصيل كتقول ان حتى هما لقاو مقاومه ديال التيار، داك الحصار جرهم ما عرفو ما كدوش يرجعوا، وغادي تدخلوا في الجيتسكي دخلوا في الجزائر، راه سعيدية الا مشيتي للحدود عمان ها انت دخلتي، امتار معدودات ها انت في المياه الجزائري. فنفس الشيء دخلوا بضعة أمتار ما عطاهم لا تحذير، ما جاو طوقهم الفلايك يطوي يحبسك يعني ويطلب منك تخرج، والتفاصيل اللي خصها تخرج ولا التفصيل اللي خصو يخرج، وهذا طبعا من الملف اللي غيمشي للقضاء من طبيعة الحال حيت سمعتي وبيتاس ناطق باسم الحكومة، قلت القضية القضاء هذا ملف ديال القضاء، إن هذه دعوة قضائية، واش ديال الأسر، شكون اللي غيكون الطرف المدني ولا الجنائي، واش الحكومة المغربية، المهم غتخرج تفاصيل، هذا شيء جديد وطري. بغينا نعرفوا واحد المعلومة مهمة جدا وغاية في الأهمية، هو منين تضرب هذاك اللي تيرا، واش تيرا من البحر ولا تيرا من الارض، يعني عنده بوست ديال الخفر البحري، بوست ديالهم كنقول الارض زعما راه في الرمله راه قدام الماء، واش تيرا من الارض ولا تيرا ولا فلوكه يعني قارب ديال البحريه هي اللي تيرات ولا شنو طرا، حيت الا تيرات قارب فلوكا معناتها مجرم، هذه جريمه، الا تيرا من الارض معناتها ما درتيش خدمتك، ولو انت البحريه ولو انت خفر السواحل ما كنتعاملوش هكا مع الناس، بوم حيدو تيري فيه، لا انذار ما وقفتيه، ومعروفة منطقة سياحية ومعروفة لا بلاج، وهذه قرون
والناس ديال السعيديه كيعيموا والناس ديال الحدود الجزائريه كيعوموا، عارفين كل شيء، عارفين النشاط البحري، عارفين النشاط الصيفي، كيعرفوا كل شيء، ومع ذلك استعملوا ديك القوه فطال. القوه ماشي تحذير، عطى الله ما يدار، عطى الله ما يدار. ثم واحد الحاجه مهمه بزاف، هاد نفاد الصبر انك في الزربة عطيتهم، هاد شي غريب. هاد نفاد الصبر المفروض كيدار على مدة طويلة وتحذيرات وانذارات، والمغاربة يشهدوا فيهم، يقول لهم اه راح حضرهم وعياو ما يديروا وعياو. ومع ذلك ما كتستعملش اطلاق النار، كنديروا الاعتقال. انا كنهضر مع الحيوان اللي تيرا فيهم، سواء من الارض ولا من البحر، الحيوان اللي تيرا فيهم وما عرفتش شكون، واش هو من تلقاء نفسه ولا استشار مع القياده ديالو، والقياده قالت ليه طحن، قائد سريه ولا ما عرفتش كيفاش كيسميوها في البحريه. يعني اطلاق النار اما كيكون عاطينك الاوردر انك اه تيري، او لك تاخذ اذن. هذا هو المعروف في التير في العالم كامل، يعني استعمال القوة المفرطة. اما كيكونوا عاطينك ضوء اخضر من البداية اللي شتي طحنو، ولا كتستشر. اذن هذا الا درها وعاطينو الاوردر، هو مجرم، واللي عطاه الاوردر مجرم. ولا اتصل وخدا في الراديو الاوردر انه يتيري، راه هو مجرم، وهذاك اللي عطاه الاوردر مجرم. هاد القضيه ما يمكنش تصورها مثلا في المياه الاقليميه بين كندا وامريكان. واش عباد الله دابا المكسيك كيدخلوا المهاجرين في الحدود الامريكيه المكسيكيه الطويله العريضه، وكيدخلوا معاهم تجار المخدرات وتجار ديال حوايج اخرى، والبانديه بكل الانواع، ومساخط الوالدين بكل الاشكال، وعصابات حقيقيه ما كاينش اللعب. هادوك حرس الحدود الامريكيين هما كيخافوا منهم، ومسلحين وفي الطوموبيله، حيت ناس خطيرين. ومع ذلك عمرنا ما شفنا حرس الحدود الامريكي كيستعمل كيتير في عباد الله الاعتقال، رغم ان هنا كاين تهديد ديال انه يدخلك المصائب الكحله، ومع ذلك ما كنسمعوش باطلاق النار ابدا ابدا. بالعكس كنسمعوا بالعصابات المكسيكيه هي اللي كتيري عبر الحدود في الحرس الحدود الامريكي، لكن ما كايناش هاد الهمجيه. زيد على الحدود الامريكيه الكنديه ما كنسمعوش هاد الهمجيه، والهند وباكستان ما فيهاش هاد الهمجيه في الصيف. الجهه ديال البحار والعمان على الحدود الهنديه الباكستانيه ما فيهاش هادشي نهائيا. الصين والهند ما كاينش هادشي. شنو كنقصد انا؟ دول على الحدود والتوتر وتاريخ ديال الصراع وخلاف على الحدود بريه بحريه واللي بغيتي، وما كاينش هاد المستوى ديال الهمجيه. هذا شنو كيعني؟ هذا معناه الكراهيه. يكون عندك مشكل مع جوج دول، المغرب حيت هذوك مغاربه، وغيكون عندك مشكل مع فرنسا حيت هما مغاربه وعندهم الجنسيه الفرنسيه. حاجه اخرى اللي ما كتفهمش، بنادم اللي كيكون في جيتسكي معروفش كيدير، سمح ليا، اللي كيدير جيتسكي كيستمتع، صايق موتور ديال البحر، ياك جيتسكي موتور ديال البحر، كيستمتع مع راسو، يديه كتشوفهم فينا هما، يعني ما جيش تقول لي ها السلاح ومن هذا، جيتسكي ما عشادش تدوز فيه، كي معروف جيتسكي شنو فيه، إذا اللي كيركب على جيتسكي ديالو كريه ما شغلناش، معروف اش كيدير. بنادم كيستمتع بالوقت ديالو،
كي ترفيه كيرفع على راسو جاي يدوج كونجي. وهذوك الربعه ولا دوك الجوج الله يرحمهم والجوج الاخرين راهما في حاله حرجه نطلبوا لهم الشفاء يا رب العالمين. كلهم جايين يدوزوا عطله في المغرب حيت هما عايشين في فرنسا وجادة ولاد المنطقه. ملي كنقول ولاد المنطقه راه تلقاه مثلا عنده عوائل وابناء العمومه في الجزائر ولا تلقاه اختو مزوجه بجزائري ولا خوه واخت جزائر ما عرفتش. على الحدود كنعرفوا كاين تواصل بين الشعبين اللي هما اصلا شعب واحد. اذا معروف شنو كيديروا دوك الناس. وهذا الصيف زيد عليها غلط دخل قول له يرجع بحالته. انا متاكد ان البحريه الملكيه المغربيه ماشي متاكد ويستحيل تيري في مواطنين جزائريين دخلوا بالغلط ما كي غتشوف بعد الحدود دخلوا للجهه المغربيه. عمرك سمعتيها؟ الا وعمرك ما غتسمعها حيت ماشي هكا كيتصرف في المغرب. زيد على مواطنين مدنيين زيد على فاكانسيه بنادم جاي يدوز العطله هذا فاكانسي هذا كون كان الحدود البريه وكثر من هكا خص تكون ظروف شي بلايصه قاحله ولا ممكن ولكن حتى هي ماشي تيري فيه اعتقلوا وقفوا عرفوا شنو كاين. كتيري ملي كتكون حياتك في خطر ياك هذا متفق عليه العالم. كتيري ملي كتكون حياتك في خطر شنو كان قصد حياتك في خطر؟ ان هذاك اللي تيريتي فيه لو ما تيريتيش فيه انت الاول راه هو مسلح وغادي يطحنك حتى هو غادي يقلعك من هذه الدنيا. هذا هو الظرف الوحيد بمعنى الدفاع عن النفس الظرف الوحيد اللي كيبرر استعمال القوة المفرطة هو الدفاع عن النفس. والدفاع عن النفس القانون الدولي كيعطيك الحق انك تدافع على نفسك كدولة. الدولة عندها الحق تدافع على نفسك. ايوا هنا نسولو واش كان منين تيراو هاد البحريه هاد الحيوانات اللي تيراو هاد الناس مساكن واش كانوا كيدافعوا على النفس؟ هذا هو السؤال انا ديالي. حيت الدفاع عن النفس حق مشروع. واش اللي دارها كان تيدافع على نفسه؟ بمعنى واش هادوك الناس اللي كانوا فوق جيتسكي واش كانوا كيشكلوا تهديد لهذاك اللي تيرا فيهم؟ واش كانوا مسلحين؟ واش كانوا لو ما هوش دارها كانوا هما اللي غاديين يديروها؟ بمعنى على الاقل عليه هنا شي راك عارف شنو كاين. هادشي ما كاين شي. هادو مصطفون هادو جايين يدوزوا عطله. نتاكد انا بان ما على الاقل جوج ولا فيهم غيكون عنده أسرة وعائلة. كنقصد أبناء ما كنقصدش مو با طبعا عنده مو با وخوته وخواتاته وعائلة ديالو. ما هو خطر عليك؟ ما هو هاجم عليك؟ ما هو جيش؟ زيد على حاجة كبيرة مهمة بزاف الحدود البحرية كي غادي نعرفوها كي غادي نعرفوها الحدود البحرية كي غادي ليها كي غادير. وزيد على هذه مدينة السعيدية كون غير كانت شي مدينة ما فيهاش طفرة سياحية. مدينة السعيدية الشواطئ ديالها بعد المرات ما تلقاش بلاصتك بقوة ما كاين نشاط كبير في لابلاج والسياحة يعني السياحة بمعنى دوك الناس معروفين اش كيديروا. وزيد على فوق جيتسكي يعني غرب الجزائر وغرب المغرب لا في الجهه الجزائريه ديك المنطقه بالضبط بزاف ديال الجزائر راهم فوق جيتسكي. بالعكس الطرفين كيديروا جيتسكي بالضبط تما المغاربه في السعيديه والجزائريين في الجهه ديالهم. يعني شنو علاش انا كنقول هادشي؟ نشاط معروف ماشي شي حاجه جديده. نشاط معروف ماشي واحد المنطقة بحرية
لقيتي فيها جي تسكين مغربي دخل ليها كي وصلتي اش كدير هنايا هنا معاك اه ماشي معاك تيري فيه بلاتي عندك زبار اه قالها لا ماشي معاك تيري فيه معاك ضبطو دير الضبط وتحقق معاه وطلقوا لا ما لقيتي عليه والو نيكا كودي انا تالف غلط كذا ما عنده والو طلق هادشي اللي كيدير العالم عطا الله ناس كيسوقو ما كيشوفوش علامات حتى كيلقى فراسو وسط شي مصيبه عطا الله ما لقاش العلامه ما شافش كان علامه كانت العلامه ما شافهاش ولا تحيدات ولا غطاتها الثلج مثلا شحال ناس كيسوقو داروا اللي كاينه قصص مرعبه قصص مؤلمه ديال بنادم صايق في عاصفه حر عاصفه ثلجيه وداروا لي علامه هنا حبس حبس وكملوا صدقوا صدقوا صافي وحلو تما ومساكن حتى هما دفعوا حياتهم ثمن غالي حيت ما شافوش هادي اشنو كاين منطقه معروفه بالمصطفون لا من جهه الجزائر ولا من جهه المغرب بجوجهم المكانين طفره سياحيه وهذا التعامل انا ننتقل للموضوع الثاني راه هاكو اخواني اخواتي واخا لكن خصني نقول مثال نقولوا هاكو بدات حرب الرمال هاكو ضربوا مغاربه تيروا فيهم في الحدود هكذا بدات حرب الرمال اشنو كتقلب على دوله الجنرالات واش هذه بدايه الحرب اللي كيبغيها شنقريحه حيت هذا هو اللي كتسمى الاستفزاز تيقول لك اودي زير بزاف كنت كنعطي مثال ديال داك سميتو التراكس اللي كيقلب الارض الدوله بغات تضرب على الحدود احيانا ما كيستعملوش العسكر الا ما لقاو حتى واحد يتيريو فيه ولا ما بغاوش يتيريو ولا لا بغاوك انت الاول تيري كيجيبوا داك التراكس وتيقرب على الحدود ويبدا يحفر في الارض اما هضرت واحد بقات مثلا 100 متر زيد 50 متر اخرى عاوتاني دير راسو خدام زيد عاوتاني 40 متر اخرى حتى ما كتبقى غير 10 متر على الاسلاك الشائكه وتيقرب داك التراكس الاسلاك الشائكه وتيقول له شنو كدير تيقول له انا راه في جهتنا كيقول اه ولكن راه كتقيس الحدود ديالنا حتى كيصدقوا تيرين باش يكون الانذار ومن بعد اه تيقول لك اه هذه رصاصه طائشه وكتشعل المشا ربما هادشي اللي دارت الجزائر شعلات المشا اصلا اذن شنو كتسنى كتسنى رد مغربي عندك يكون وانا خوفي خوفي ان يكون شنقريحه هكا بغا يبداها داكشي اللي كنا كنقولوا وهضرنا اخواني اخواتي على شهر تسعود وقلنا راه باغي سبتمبر اخر اجل شنقريحه يدير الحرب اللي كيتمناها المواجهه العسكريه اللي كيتمناها مع المغرب واللي مشجعاه فرنسا عليها وعطاتو الضوء الاخضر بس استعملها كضغط على المغرب عندك يكون هي هادي عندك تكون هي هادي حيت الطريقه اللي تيروا في المغاربه وصفاوها اليوم غريبه جدا وما كدارش ما كدارش نهائيا اذن ماشي هي ديك الحدود اللي كل الاربع كتقولوا لنا ادخلوا المخدرات ادخلوا كذا لا هادو ناس النشاط ديالهم واضح وباين ومعروف معروف اش كيدير راه هو في جيتسكي كيتبحر ما كيناش شي قوه في العالم كتيري في نازل جيتسكي ما كيناش عمري ما سمعتها في حياتي خصوصا في منطقه ساحليه راه هذه ظروف ملي كتمشي لساحه الجريمه هادو هو النقاط اللي كتاخذها بعين الاعتبار وتا لا بغيتي دي الدوسي للمحكمه هذه هي النقاط اللي غادي ديها للمحكمه هذه ظروف تشديد بالنسبه للجزائر وظروف تخفيف عند المغرب بلغه المحاماه والقضاء والقانون كاينه ظروف تخفيف وكاينه ظروف تشديد ظروف تخفيف ان احنا هادو كيديروا السياحه وظروف تشديد ان دوله الجنرالات تيرات فيهم في ظروف نشاط سياحي
راه هادشي ما بغاش يدخل ليا العقل يا اخواني خواتي. ما قديتش نستوعبوا بقوه ما هو خطير. ربما اختاروا داكشي اللي كيتمناوه باش يستفزوا المغرب ويدير رد فعل وتشعل. لكن شوف شوف الطريقه كي دايره، شوف الغباء. حيت ديك المسرحيات اللي هضرت عليكم هضرت لكم عليها البارح، واللي كل الاربع كيقولنا دخلوا المخدرات مع الحدود المغربيه، البارح قال لك 8 القنطار و9 كيلو. ما كدوش يديروها تما، ايوا ديرها على الاقل تسمى كتحارب تجار المخدرات. علاش ما داروهاش؟ حيت ما كاينش اصلا هاد الهضره هادي. الحدود معسكره مراقبه، ليبرا ما كتسقلش، ما كدوش يديروها تما. حيت كي غايدير ليها غينقز للمغرب ويديروا مسرحيه، ومسرحيه تنطلق من المغرب داخل الجزائر، ما يقدوش عليها، صعيبه. اشنو داروا؟ مشاو عند المدنيين، وهذا قمه الجبن، قمه الجبن دير هادشي. هذه جريمه لا تغتفر، لا تغتفر. ما كنضربوش المدنيين، كنحضروا المدنيين، كنحضروهم. ثم هما دخلوا هكا، ما كاين جاي عندك هكا، يعني هالحدود هالمغرب هالجزائر هادو دخلوا هكا، ما دخلوش هكا ومن بعد دخلوا هكا. جاي عندك انت وكتحضر فيه، كتقول له حبس 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 حبس، وشي حاجه في يديه انت ما عرفتيهاش شنو هي، ولا شفتي معلق شي حاجه ولا دايرها. هادي كلها ما كايناش. انا غير حطيت سيناريوهات ديال الدفاع عن النفس، هادشي كله ما كاين شاي. عرفتيهم صيفين، عرفتيهم اش كيديروا. عندك المكبي البحريه، راه البحريه تيكون عندها احسن المناظر بعدا بالمناسبه، حيت الباطو كيمشي وسط الضباب، كيمشي كتكون دائما ظروف الضباب، كيكون الماء ديال البحر كيتبخر وكيبغي يشوف. عندهم احسن المناظر، ما كاينش قوه نظاميه عندها مناظر احسن من البحريه، سواء الليل ولا النهار، داك نايت فيجن. الا ما تاكدتيش عندك المنظر، شوف قلب وشوف مزيان، شوف مزيان، لا يشكل تهديد. هادشي انا اللي كنقصد. طبعا هادشي معروف، هادشي معروف، وهذاك اللي تيرا فيه عارفه. انت حرس الحدود، انت خفر الحدود، كتعرف كل شيء، عندك معلومات، عندك كل شيء، مراقب كل شيء. شنو هي خفر الحدود؟ انك كتراقب، انت مراقب كل شيء وعارف ناس مساكن ما لا غبار عليهم، لا هما عسكر لا هما بحريه لا هما حتى شي حاجه. اصلا البحريه الملكيه راه داخله في سوق راسها، وهذاك عندك اسباب اخرى انك تسمح ليه وتقول ليه غير رجع في حالاتك، انه ماشي من البحريه. ما عارفش وين جات الخطوط اللي كتفصل بين البلدين وبين المياه ديال البلدين، مياه الدولتين. طبعا البحريه عارفه، البحري صايق يقولك لا هنا، بلا ما يدير لا خريطه لا والو، هو عارف حيت هذه قرايه ديالو. هذاك انسان ما عنده حتى علاقه، والمفروض يشطر هادشي يوميا 40 مره في النهار، تكون هذه هي خدمتك التحذير، ولا ديروا القوارب يكونوا تما تحذير، سواء من الجانب المغربي او الجزائري. عندك راه دخلتي ما يخليك، ولا دير واحد المسافه طويله. دوك الكره ديال البلاستيك اللي كيكونوا مشدودين من تحت ديال البحر، غادي على واحد المسافه. هذا الا كتكرهنا حتى للدرجه هذه. اما يدخل عندك وتصفي عليه، هذا راه شي حاجه جريمه متكامله، والدينامو المحرك ديالها واضح. ماشي هذا تهديد ولا كذا ولا مدخل ولا، راه ما يقدوش يقولوا المخدرات. الكراهيه، عقيده الكراهيه هي اللي كتفسر هذا الشيء اللي طرا. والبحريه الجزائريه شكون هو؟ راه هي الجيش، راه كنهضروا على سلاح البحريه. البحريه راه ماشي يخت ديال الترفيه ولا ديال، راه كاين الفرقاطات، كاين بواخر هجوميه، كاين مدافع فوق البواخر، هادشي معروف. إذن شكون اللي صفى عليهم؟ راه سلاح البحر.
البحرية الجزائرية، هذا الجيش بمعنى عقيدة الجيش اللي هي كتقول لك ان المغرب العدو الكلاسيكي، واللي هي كراهية المغرب ومحاربة المغرب. وكثر من هذا نهضروا على الرئيس الاركان اللي هو الشنقريحة، واللي هو الكوماندار اللي كيحكم حتى في البحرية بطبيعة الحال، رئيس الاركان، الاركان كلها، المشاة، سلاح الجو، البحرية اللي بغيتي، المهندسين، التموين اللي بغيتي. القائد عنده مشكل مع المغرب، والعصابة الحاكمة اللي كلها جنرالات هما اللي كيحكموا الجزائر كيكرهوا المغرب وتسميو عليه العدو الكلاسيكي. تسمعنوا في هذه الكلمة، هذه عدو كلاسيكي. انا اتصور ان تعطات اوامر انه عطيهم باش هكا كنظن وارجو انني غلط، باش هكا يبداو داك الحرب اللي كيتمنوها. وراه قالوا سبتمبر، وهو اليوم راه الليله ديال فاتح سبتمبر، وجاو حتى الاخر ديال اغسطس اخر نهار وداروا هذه المصيبه هذه. وربما كانوا كيتمنوا رد فعل ان المغرب حتى هو يضرب وتشعل القضيه، واختاروا مكان سياحي مقصود باش يضربوا حتى السياحه في المغرب، حيث ما غاديين باسلوب علي وعلى اعدائي. نزيد عليها التايمين، وهذه نقطه مهمه. شنو طرا؟ راه هي لا دوله الجنرالات تحرجات وتفضحات وتشوهات في موضوع البريكس، عطاتي مليار ونص، وتبون كان تيقول لشعبو غندخلو، مشى لروسيا، مشى للصين، ما خلا ما دار، رشاو البرازيل، ومع ذلك ما صوت عليهم حتى شي واحد. وهاي خرجت تفاصيل كثيره غير البارح، ان الهند حطات فيتو على الجزائر، حطات عليهم فيتو، هادو ما نقبلوهاش. ومرحبا بايران ومرحبا بالسعوديه، حيت شنو كيطلع الاعلام دابا ديال الجنرالات كيقول لك؟ كيقول لك ان ناريندرا مودي رئيس الوزراء حط فيتو على الجزائر حيت حنا دوله مسلمه. ياك ما حطش فيتو على السعوديه، ما حطش فيتو على الامارات، ما حطش فيتو على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. هي في التشدد فين تبان حتى بلاصه. السعوديه مابقاش تقارن، السعوديه صافي سالا داكشي، هيئه الامر بالمعروف ووهابيه صافي، هذه السعوديه الجديده. ايوا علاش اسيدي؟ علاش المفروض يدير فيتو على ايران؟ المفروض يدير فيتو على السعوديه منبع الاسلام؟ ما دارهاش. الامارات دوله اسلاميه، دار عليكم نتوما، حيت عرف بانه الى دخلوا غيجروا البريكس للصفر. هاد الحاله النفسيه اللي عليها دوله الجنرالات، خصوصا بعد هزيمه البريكس، وتا واحد ما دعمهم وسط البريكس، وفشل كبير، فضيحه كبيره، يعني كي غنغطيوها بها؟ اجا سيدي علاش ما نديروش مصيبه مع المغرب ونطروا الاجواء، ويا ربي ترى شي حرب بيننا وبين المروك باش نسيو الشعب الجزائري في هذه الفضيحه، والمليار ونص مليار دولار اللي الشعب الجزائري كيقول كيفاش مشيتوا حطيتوها في بنكه وما عطاكم حتى الكلمه، ما سمعتوا حتى واحد قال لكم اه صافي انتم راه كونوا هانين، كما تقالت البلاد الاخرى، تقالت لهم انكم انتم راه جايين معنا، ما عندك والو، ما عندك حتى شي حاجه. والحسد والغل، كيفاش اثيوبيا، كيفاش الارجنتين، كيفاش مصر؟ يعني مصر عندها قناة السويس، طريق مهمة في التجارة الصينية. اثيوبيا راه مركز ديال الاستثمار الصيني، تقار راسك بها. إذن باش يخرجوا من هذه الفضيحة هذه ويرجعوا القليل من ماء الوجه اللي ما بقاش نهائيا. سمعتوا شنو كيخرج اليوم كيقول وزير الخارجية أحمد عطاف؟ قال لهم البريكس شي حاجة عابرة، قال لهم ظاهرة عابرة. القط ملي كيقربش للحم تيقول في ريحة خايبة.
وزير الخارجيه اليوم الجزائري قال لك البريكس ظاهره عابره، اذ مازال داكشي كيضرهم، وعارفين ان لو كان المغرب قدم طلب للبريكس كان غادي يدخل. اسباب كلها عنده مجتمعه باش يدخل، وحتى سبب ما كاين باش تدخل الجزائر الا دبلوماسيه الشيكات والهبات اللي ما نجحاتش. حطوا مليار ونص مع ذلك ما نجحوش يدخلوا. فامام هذا الفشل وامام المحاسبه ديال الشعب الجزائري، كنتو غتحطونا في التنميه، كنتو ديروها السبيطارات، كنتو ديروها طرقات، كنتو تجيبوا بها القمح الدقيق السميد اللوبيا العدس كما كيقول تبون، فباش يعميو على هادشي كله اراء بداو مواجهه عسكريه مع المغرب، حرب كما كانت طويله صغيره قصيره نتحكموا في الخيوط ديالها، نرضيو ماما فرنسا انها عطاتنا الضوء الاخضر، نلهيو الشعب الجزائري شتيو داك العدو الكلاسيكي، ها حنا دابا مع حرب، ونغطيو على مسلسل الفشل على الاقل هذه السنوات الاخيره، على الاقل منذ اشنو منذ الحراك 2019 مسلسل ديال الفشل، بلا ما نهضروا على الفتره ديال عبد العزيز بوصفليقه اللي ما دار والو حتى هو للبلاد ديالو. فممكن هذا يكون هو السبب الحقيقي ديال هادشي اللي طرى اليوم، يخطيو على الفشل ديالهم ويفتعلوا حرب. بزاف ديال الدول ملي كتكون ازمه كتفتعل حرب، لكن ماشي اي حرب، اين حرب يفتعلوا ديك الحرب اللي كيتمناوها مع المغرب باش على الاقل يديروا واحد لواحد، لا ياش حرب الصحراء، حروب امقالة، والانتصارات الدبلوماسية المغربية على الجزائر اللي ما بقاش كتحسب، ما بقيتش كتحسبها. هذه كلها مجتمعة خلاتهم ينتقموا بهذا الاسلوب الاجرامي باش هكا يشعلوا الفتيلة ويديروا داكشي اللي كله كنتمناه. ولا ننسى ونذكر مرة اخرى ان خرجت تقارير كتقول ان سبتمبر غادي تطرى الحرب اللي كيتمناها شنقريحة، ولا هي شي حاجة شخصية، وما نساوش انها بضوء اخضر من فرنسا باش المغرب يجري عند فرنسا يقول له حبسوا هادشي صافي ما تليش، غادي نقول لكم ديروا ديك الخطوة اللي دائما كنا كنتسنى منكم، اللي هي بطبيعة الحال الاعتراف بالسيادة المغربية ودعم السيادة المغربية ودعم الحل اللي هو الوحيد اللي هو ديال الحكم الذاتي. دعم الحكم الذاتي هو اساس الخطوه اللي كيتسنى المغرب من فرنسا، وفرنسا شجعات الجزائر انها دير حرب ضد المغرب باش هكا تدخل من بعد تقول المغرب صافي يلا انا نحبسها، وما تبقاش الشرط يقول المغرب هادشي كيتمنى، المغرب يقول لهم صافي ما بقاش عندي حتى شي شروط. القضيه خطه حقيره واضحه وما كدوش حتى على الأغبياء. إذا إخواني خواتي شنو جاي؟ كانت نجي هادشي غادي يمشي للقضاء، هادشي غادي يمشي للمحاكم، ما يمكنش هادي روح وحنا على الحدود وضربوا المغاربة وعارفين شنو كيديروا، وهادي البحرية المفروض قوة نظامية، والمفروض كاين سلم تراتبي ماشي غير أجي وتيري قريحة شنقريحه، خاصها تطلع حتى لعند شنقريحه ويقول لهم اوكي، ويقولوا لي هاد الظروف راه حنا في خطر، ما كاينش بطبيعه الحال حتى حاجه من هادشي. اذن اخواني خواتي كنتسناو ان هادشي يمشي للقضاء، حيت هذه جريمه لا تغتفر، ويجب معاقبه كل من كان وراءها كما كانت الرتبه ديالو العسكريه والمكانة ديالو السياسية المدنية. الله يخليكم في التعليق كتبوا لنا الله يرحم الموتى، الله يرحمهم، والله يصبر الأسر والعوائل ديالهم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولعنة الله على الظالمين. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة، إلى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم، والله يرحم موتانا يا رب العالمين، والله يشفي الآخرون إن شاء الله الرحمن الرحيم في أقرب الأجال. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.